بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج بسمة أمل اللي بيجيلكم كل يوم سبت على قناة الصحة والجمال. أعرفكم بنفسي الأول، أنا محمود عبد العزيز جادو ومعايا زميلتي نيفين الدكتورة. نبيل عبد العزيز جدا. أهلا بيكم، وإن شاء الله هنقدم لكم محتوى يفيدكم جدا جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري، لان ان شاء الله هنقدم لكم نصايح تربويه، نصايح اسريه، وكمان نصايح نفسيه ان شاء الله تفيدنا في حياتنا كلها ان شاء الله. ايه هي الفقرات اللي احنا هنقدمها النهارده ان شاء الله يا استاذ نبيل؟ هيكون معانا الفقرة الأولى سر السعادة، الفقرة الثانية سر مفاتيح السعادة الزوجية، الفقرة الثالثة هيكون عن المبدعين والمبتكرين، وهيكون معانا مبتكر جديد إن شاء الله هيتعجبكم بإذن الله. وزي ما البرنامج بتاعنا اسمه بسمة أمل. كل يوم احنا الحياة بتقابلنا فيها في مشاكل ومصاعب وتحديات كتيرة جدا جدا جدا، بتحول حياتنا لكتلة من المشاكل وكتلة من الحزن والألم، بتخلينا نبص لحياتنا بنظرة تشاؤمية كئيبة، بتخلينا ان احنا نتمنى ان احنا نشوف في حياتنا ولو بصيص من الأمل، نتمنى ان احنا نشوف وسط العتمة نور، ووسط الحزن فرحة، ووسط الألم بسمة أمل. الدنيا كل يوم بتواجهنا بمواقف بتغير حياتنا من حالة فرح لحالة حزن، وبتقابلنا صعوبات. المواقف دي بتخليك تشك في قدراتك وإمكانياتك، وتخليك تحس إن الحياة صعبة، مش هتقدر تحقق وتوصل للي انت عايزه. عشان كده لازم يكون في بسمة أمل. بسمة أمل تفتح لك باب للنجاح، بسمة أمل تفتح لك باب للسعادة، بسمة أمل تخليك تقدر تواجه كل المشاكل والصعوبات اللي انت بتقابلها في حياتك. معانا ان شاء الله هيكون معانا بسمات كل يوم وكل حلقة بإذن الله هنقابلها ان شاء الله. كل يوم هنقابل معانا ضيف جديد نتكلم فيه ونرسم معاه بسمة أمل وبسمة على وشوشكم ان شاء الله. اتفضلي يا استاذ نبيل. طبعا السعادة، ايه هي السعادة؟ السعادة في البداية كده خليني الأول أحكي لكم قصة. هي قصة بتتكلم عن سر السعادة. يحكى أن أحد التجار الكبار حب أن هو يعلم ابنه سر السعادة، ففضل يدور كتير جدا 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 على أحكم راجل في العالم علشان يبعت ليه ابنه علشان يعلمه إيه هو سر السعادة. وفعلا بعد بحث طويل جدا جدا وجد التاجر دوت الحكيم دوت، وأرسل ابنه فعلا للحكيم. وبعد رحلة طويلة جدا استمرت لمدة 40 يوم وصل فعلا الشاب دوت للحكيم. لقى الحكيم موجود على جبل عالي جدا جدا، القصر بتاعه مستقر فوق الجبل. وبعد مجهود طويل وشاق جدا من الشاب، قدر الشاب ان هو يطلع الجبل فوق وكمان يطلع عند الحكيم. بس كان هناك مشكلة، ان في ناس كتير جدا 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 مستنيين الحكيم علشان ياخد الحكمة من الحكيم دوت، وكان مضطر ان هو لازم ولا بد يستنى شوية علشان ياخد دوره. فعلا فضل الولد دوت مستني فترة طويلة جدا لحد اخيرا دوره جه وقابل الحكيم. وهنا سأل الحكيم ايه هو سر السعادة، فالحكيم ما ردش عليه، قال له انا عايزك الاول في البداية انك انت تنزل تحت في القصر بتاعي وتتجول فيه، بس في نقطة معينة كده عايزك انك انت تعملها. النقطة ديت هي انك تمسك المعلقة ديت وحط له جواها نقطتين من الزيت، وفي شرط لازم ولا بد انك انت تعمله. الشرط دوت هو انك انت ابدا ابدا حذاري انك توقع نقطتين الزيت دول مهما حصل ابدا. فعلا الولد دوت مسك المعلقه اللي فيها نقطتين الزيت وبدا ان هو يتجول في القصر، بدا يطلع فوق وينزل تحت من على السلالم بتاعه القصر، ولكنه كان مثبت عينيه على النقطتين بتوع الزيت. فرجع الشاب دوت للحكيم بعد ساعتين، فساله الحكيم هل انت شفت الحقيقه بتاعه القصر بتاعي؟ فرد عليه الشاب قال له لا. طب هل انت شفت
اللوحات الجميلة المتعلقة على الحيطة؟ برضه قال له لأ. طب انت شفت السجاد الفارسي اللي موجود تحت؟ برضه قال له لأ. طب انت شفت الكتب والحاجات المهمة جدا اللي موجودة في المكتبة بتاعتي ما لفتتش انتباهك؟ وهنا بص الطفل، بص الشاب دوت في الأرض وقال له أنا عايز أعترف لك بحاجة، أنا طول الوقت وأنا كان تركيزه كله على إني ما وقعش نقطتين الزيت دول أبدا، فكان تركيز دايما كان على نقطتين الزيت. وهنا كان رد الحكيم عليه وهو إنك أنت ارجع تاني، أنت ما ينفعش إنك أنت تعتمد على شخص أنت ما تعرفش البيت بتاعه شكله عامل إزاي، ارجع تاني واتفرج على كل شيء موجود في القصر بتاعي بالتفصيل. فعلا بدأ الشاب إن هو يتفرج على كل شيء، نزل تحت وشاف الزهور الجميلة اللي موجودة في الحديقة، واتفرج على كل اللوحات الجميلة اللي متعلقة على الحيطة، وكمان بدأ إن هو يشوف المخططات والكتب الجيدة والقيمة جدا اللي موجودة في المكتبة، ورجع تاني الشاب دوت للحكيم. وهو راجع الشاب للحكيم، الحكيم سأله سؤال، هل أنت شفت كل الحاجات دي؟ قال له ايوه طبعا انا شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا، وبدأ ان هو عدد له كل الحاجات اللي هو شافها. وهنا صدم الحكيم بسؤال تاني، ولكن فين هما نقطتين الزيت؟ فتعجب جدا الشاب وقال له ان نقطتين الزيت وقعوا. وهنا كانت هي دي الحكمة اللي كان الحكيم عايز ان هو يوديها او يديها للشاب، الحكمة انك انت تعيش حياتك وتعيشها زي ما انت عاوز، مع انك انت ابدا عمرك ما توقع نقطتين الزيت. من وجهة نظري هنا ان نقطتين الزيت دول هم الستر والصحة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بيها علينا كلنا. وهنا فهم الشاب المغزى من القصة ديت، وتعلم ان هو لازم ولا بد ان يعيش حياته دي كلها مع الاحتفاظ بالستر والصحة والحاجات الكويسة اللي فيها، وإن هو يستمتع بيها. بيقول إدوارد دي بونو، التعاسة هي اللي بتمثل الفجوة ما بين قناعتنا وقدراتنا. وهنا أنا حابب إن واحد دلوقتي ممكن يسألني سؤال، طب هو بعد إذنك كده أنا عايز أعرف أنا إزاي دلوقتي أقدر إن أنا أكون إنسان سعيد في الحياة مع كل المشاكل ومع كل الصعوبات اللي انا بقابلها حاليا دلوقتي في الحياة، ازاي انا اكون انسان سعيد؟ وهنا انا حابب ان احنا نعرض عليكم دلوقتي شوية من الخطوات المهمة جدا جدا، انك انت لو قدرت انك انت تنفذهم باذن الله هتوصل اكيد اكيد باذن الله للسعادة. اولى الخطوات ديت واهمها هي انك انت تقدر قيمة الحياة. قدر قيمة الحياة وخليك عايش في حياتك كأنك إنسان هتعيش للدنيا أبدا، بس في نفس الوقت إنك أنت ما تنساش الآخرة بتاعتك. قدر قيمة الحياة، عيش فيها كأنك هتحقق كل الأحلام والطموحات اللي أنت هتحققها أو اللي أنت نفسك إنك أنت تحققها في الحياة. وهنا أنا عاوز إن أنا أحكي لكم تجربة معينة أنا كنت بمر بيها أثناء لما أنا كنت في أحد المصحات النفسية، كنت في هناك معالج إدمان. في المصحة ديت كان في تجربة تعتبر من أفضل التجارب اللي أنا بمر بيها في حياتي كلها. التجربة ديت كانت كالتالي، إن إحنا كنا بنعلم المرضى اللي كانوا معانا في المستشفى ديت إن هو أول حاجة إن هم أول ما يصحوا من النوم أول ما يفتحوا عينيهم إن هم يسجدوا شكر لربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه ان هو ييسر ليهم حياتهم. كانوا بيمشوا على نقط مهمه جدا جدا في برنامج احنا كنا بنسميه ال ان ايه او المدمنين المجهولين. البرنامج دوت كان فيه ثلاث نقط كانوا من ضمن الحاجات اللي غيرت حياتي. النقط ديت هي كالتالي، في نقطه فيهم كان اسمها تيك ات سيمبل او خدها ببساطه، عيش حياتك ببساطه. اي نعم انت بتقدر قيمه حياتك وكل حاجه، بس خلي حياتك كلها انت عايشها ببساطه خلاص. النقطه الثانيه تيك ات ايزي، يعني خدها بسهوله. كل شيء هتمر بيه في حياتك من صعوبات ومشاكل ايا كان انت اكيد هتعديها. النقطه الثالثه والاخيره تمام، انك انت تعيش كل يوم و
كل يوم في حياتك انك تعيشه بأمل جديد وبسمة أمل جديدة. اتفضل. النقطة اللي بعد كده هي عادات. أنا بحب ما تبقاش خطوات، لأن خطوات يعني هتحس إنك أنت لازم ملزم إنك تعملها. خليها عادة، خلي دايما عاداتك عادات إيجابية. من ضمن العادات الإيجابية إنك إزاي تصطفي أصدقائك أو تختار أصدقائك بحكمة. في دراسات حديثة في علم النفس بتثبت إن الإنسان بيتأثر بأقرب 5 أشخاص في حياته. لو كان الأشخاص سلبيين، تفكيرهم وأسلوبهم كل حاجة، هتبقى أنت زيهم. طب لو إيجابيين، طبعا حياتك هتتغير. فليه ما تخليش أقرب 5 أشخاص من أصدقائك هم إيجابيين؟ علشان أنت كده هتأثر، هتبقى علاقة تأثير وتأثر، هتتأثر بيهم. نفس قيمك، نفس تفكيرك، نفس أهدافك، هيساعدوك أنك تحقق هدفك، وهيبقى فيه روح التعاون وروح الحب ما بينكم وما بين بعض. زي مثل بيقول اختار الصديق قبل الطريق. طبعا برضو من ضمن عاداتك لازم انك انت تخلي بالك جدا من اصدقائك، لازم يبقى ايجابيين وسعداء وفي بينكم روح تناغم وحب، لان هيبقى هتولد جواك طاقة من الحب، وهتخليك في نفس الوقت انك تحب نفسك، وبالتالي هيبقى في العطاء، القدرة على العطاء بمساعدة الاخرين. ننتقل للعادة اللي بعد كده. العادة اللي بعد كده هي احلم. ممكن ان حد فيكم دلوقتي ان هو يستعجب، احلم احلم ايه؟ انا بقولك علمني ازاي اكون سعيد. الحلم هو انك يكون عندك طموح، انك يكون عندك هدف. كل ما كان عندك هدف كبير وحلم كبير وطموح نفسك انك انت توصل له، دوت في حد ذاته هيخليك انك انت تحارب الدنيا كلها علشان توصل للحلم دوت والهدف دوت، وانك انت تخليك تحارب كل من هو شخص سلبي في حياتك، وانك انت تبعد عنك الاشخاص السلبيين ايا كان الاشخاص ديات ايه. احلم وحاول انك انت توصل للحلم بتاعك، وانت في طريق لحلمك دوت هتحس بالسعادة. العادة اللي بعد كده احترام الاخرين. كل ما بتعامل الناس بلطف وباحترام هتلاقي تقديرك لذاتك بيعلى، وتلاقي رصيدك في حب الاخرين بيعلى، وفي نفس الوقت حاول انك تقدم مساعدة للاخرين. قمة السعادة انك بتحاول انك تبقى وسيلة لجبر الخواطر لمساعدة الناس. يعني الاحساس ده ما بعده احساس من السعادة. خصص كل يوم لو 5 دقايق حاجة صغيرة جدا تساعد بيها غيرك. لو عديت على إنسان مسكين محتاج أقل تبرع مالي ليه زي ما بيقول الصدقة، هتحسسك بالإحساس السعادة والامتنان. فلازم تخلق كل يوم في حياتك يوم واحد بس، يعني على الأقل دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقايق، إزاي تخلق السعادة وتلبسها في روح الآخرين. النقطة اللي بعد كده إنك ما تختلقش الأعذار. مش كل شوية إنك أنت تلقي باللوم على غيرك، ان انا فشلت مثلا في الدراسه علشان المدرس الفلاني، ان انا هو ما كانش بيحبني، او ان انا فشلت في علاقتي الزوجيه علشان ان في حد كان هو مثلا بيحسدني في علاقتي الزوجيه، او حد كان بيقع بيني وبين زوجتي، او ان انا فشلت في العمل بتاعي علشان اصحابي في العمل كانوا ما بيحبونيش وكانوا دايما بيقعوا بيني وبين المدير، او ان انا ما نجحتش في المشروع بتاعي لان انا الناس كلها بتحسدني. لا تختلق الاعذار، خلي دايما الاعذار اللي قدامك ديت هي دافع ليك انك انت تحقق النجاح اللي انت عاوزه، ودافع ليك انك انت تحقق السعاده اللي انت نفسك فيها. العاده اللي بعد كده استيقظ من النوم مبكرا، لان من عادات الاشخاص الناجحين دايما يقول لك انا بصحى بدري، لازم ابدا يومي بدري، لازم ابدا يومي في الصحيان بدري، لان الاستيقاظ من النوم بدري بيعزز من خلايا المخ، بيزود التركيز ويزود الطاقة اللي بتساعدك على انك تكمل وتعيش يومك بكل حيوية ونشاط وصحة. وبالتالي لو في اي احساس بالطاقة السلبية، بالضغط، بالاحساس بالحزن، باي طاقة ممكن تغير مودك، هتلاقي انها بتتغير تماما مجرد الصحيان بدري. وبعد كده هقول لكم في نقطة مهمة جدا، بعد ما نصحى من بدري وتبقى عادة، لازم حتى لو هتظبط المنبه الساعة 6 ومش هتقوم،
يعني اول اسبوع هتطفي المنبه وهتنام، بعد كده هتقوم 10 دقايق، بعد كده هتلاقيها عاده مكتسبه. العادة الأخيرة معانا للأسف علشان الوقت مش هيسعنا، إن أنت ما تقارنش نفسك بغيرك. أي نعم كل واحد فينا له شخصية مميزة هي اللي بتعبر عنه، تمام، وهي اللي بتخليه إن هو يكون متميز في الحياة. ممكن يكون عندك قيمك الخاصة بيك أنت، ممكن يكون ليك شخصية مميزة عن كل الناس، وممكن غيرك يكون عنده حاجة تانية مش موجودة عندك. فاوعى أبدا إنك أنت تقارن نفسك بغيرك. اوعى مثلا تكون عندك نقص في حاجه فتحسد غيرك على الحاجه ديت، او تقارن نفسك بالشخص التاني دوت. هو انا ليه ما عنديش كده؟ انا ليه ما اتجوزتش البنت الفلانيه دي؟ او ليه ان انا ما عنديش المشروع الفلاني دوت؟ او ليه ما عنديش العربيه ديت؟ او ليه ما عنديش كذا؟ ليه ما عنديش كذا؟ ما تقارنش نفسك بغيرك ابدا. المقارنه هي اول طريق من طرق التعاسه. انك تلغي من حياتك حته المقارنه ديت هي انك انت خلاص ماشي دلوقتي حالا على طريق السعاده، لانك انت حياتك كلها تكون متمحوره حول نفسك بس، حول ذاتك، انت عارف نفسك وعارف امكانياتك ايه، فهتمشي وفقا لنفسك وفقا لامكانياتك، فاكيد اكيد هتوصل للسعاده اللي انت عاوزها ان شاء الله. وبكده يبقى الفقره بتاعتنا النهارده خلاص خلصت الحمد لله تمام. ولسه في عادات كتيره ان شاء الله لازم هتبقى بعد كده، كل فقره هنتكلم عن العادات السعاده. إن شاء الله نشوفكم الفقرة الجاية بإذن الله، انتظرونا. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة مفاتيح الحياة السعادة الحياة الزوجية. معايا الدكتورة ميرفت أبو النيل استشاري علاقات أسرية. اهلا بسهل. اهلا وسهلا يا دكتوره، شرفتينا ونورتينا. الفقره الاولى كنا بنتكلم عن السعاده، ودينا شويه هنتس كده للعادات ازاي بتحقق السعاده. من وجهه نظر حضرتك ازاي الانسان يعيش سعيد ويحقق السعاده؟ اولا موضوع السعاده جميل جدا، يعني احنا كلنا محتاجين السعاده في حياتنا. كلنا يعني عايزين نعيش في السعادة، وكلنا بنجري ورا السعادة، وكلنا يعني برغم من المشاكل اللي احنا بنعيشها وبالرغم من الأزمات اللي احنا بنتعرض ليها، بس برضو عايزين نخلق جو من السعادة في حياتنا. مش معقول حياتنا يعني هتبقى كلها مشاكل وهتبقى كلها أزمات، تمام. فكلنا بنسعى عايزين نعيش السعادة. لكن في حاجة بقى صغيرة أنا عايزة أقول عليها، الناس برغم إن هي بتجري عايزة تعيش في السعادة ومش لاقياها، الناس مش عارفة هي تلاقيها إزاي. اللي هي راحة البال. لا، السعادة اللي هي راحة البال، السعادة اللي احنا عايزينها وبنجري وراها، وطبعا الناس مهما تجري مش لاقية السعادة، مش عارفة مكانها فين. لكن أنا بقول لهم أنتوا لا تجروا ولا تروحوا هنا ولا هنا، السعادة قريبة جدا وممكن إن احنا نكون شايفينها بس هم مش واخدين بالنا. السعادة هي جوانا. ممكن الانسان يعني انا ممكن اخلي حياتي كلها سعاده، ممكن اخلي اعيش نفسي في تعاسه. يعني قرار. الانسان هو اللي بيعيش نفسه السعاده، وهو اللي ممكن يخلي نفسه ان هو يعيش في تعاسه طول العمر. فالسعاده جوانا. جوانا احنا. طيب احنا هنعيش السعاده ازاي؟ ده سؤال. طيب احنا ممكن نعيش حياتنا في سعاده ازاي؟ انا هقول بقى اول حاجه ان احنا لازم نعرف قيمه نفسنا، او كل واحد يعرف هو ايه، او يتعرف على نفسه يعرف قيمه نفسه. في حاجه بقى ان انا لازم اعرف اول حاجه قيمتنا عند ربنا ايه. ايه كرامياتنا عند ربنا؟ ربنا عمل لنا كراميات كتير جدا جدا قبل ما نعيش حتى في الحياه، او قبل ما نتخلق في الحياه. في كراميات كتيره جدا جدا ربنا عملها لنا. اول حاجه من كراميات ربنا للبني ادم او للانسان او اللي عملها لسيدنا آدم، إن هو خلق فيه الروح من ربنا نفسه، نفخ فيه من الروح. دي أول كراميات ربنا لينا. تاني كراميات ربنا إن هو خلقنا من مادة طينية. مادة الطين دي اللي هي عبارة عن الخير، عن الزرع، عن امتداد الحياة، عن الحكمة، عن أصل الحياة اللي هي مادة فيها خير، فخلق بيها البني آدم.
بعد كده ان هو خلى الملائكه تسجد لنا، تسجد لبني ادم، وده من كراميات ربنا للانسان نفسه في قلب يعني قيمه الانسان عند ربنا. بعد كده علم ادم الاسماء كلها، ما علمش الملائكه، لا ده علم مين؟ الانسان. خلق الجنه علشان الانسان ينعم بيها ويكون دار بقاء ليه. خلقنا خلفاء في الارض ليه يعني لربنا. خلق الكون كله وسخر الكون كله لبني ادم، وخلى كل الكون تحت سيطره الانسان. من ضمن كراميات ربنا لينا كمان ان هو خلق لنا او انزل لنا القران الكريم علشان يعدل من سلوكياتنا وتعاملاتنا في الحياه، وان احنا نتعامل وكل حاجه في الدين سواء عن الزواج عن الطلاق عن الميراث عملها لنا في القران الكريم، ان احنا نتخذ منه اسلوب حياتنا او سلوكياتنا او دستورنا او التشريعات بتاعتنا اللي احنا هنمشي بيها في الحياه. من كرامات ربنا كمان لو احنا ميزنا عن سائر جميع المخلوقات بالعقل والتدبير والحكمه، ان احنا طبعا الحكمه والتدبير والعقل ان احنا بنفكر ازاي احنا نكون عندنا او نسعى على حقنا الانسانيه. من ضمن حقنا الانسانيه ايه بقى؟ راحه البال والطمانينه. راحه البال والطمانينه تيجي منين؟ اللي هي راحة الجسد وراحة البال والراحة النفسية والبدنية، دي بتيجي ان احنا بنسعى عليها، ان هي يعني احنا يعني عايزين نعيش في راحة بال واطمئنان. طب هنعيش في راحة بال واطمئنان ازاي؟ ان احنا بندور على السعادة جوه اسرة او تكوين اسرة. طب هنكون اسرة او نعيش، ما انا هقول لحضرتك هنعيش في سعادة بقى في الاسرة ازاي؟ احنا بندور على ونيس. طيب بالرغم ان سيدنا ادم كان عايش في الجنه، لكن دور على الونيس عشان تكتمل السعاده ليه، فربنا خلق له الونيس السيده حواء من ضلعه الشمال علشان يكون في موده وحب ورحمه بينهم، فهي دي تكتمل السعاده. اهم سؤال ده بقى اللي انا السؤال اللي انا حابب ان انا استزيد من علم حضرتك ومن خبرتك، ازاي ان احنا او تفيد بيه الشباب، يعني ازاي ان احنا نقدر نختار شريك الحياه، سواء البنت تختار الولد المناسب ازاي والولد يختار البنت المناسب ازاي، ازاي نقدر نختار شريك الحياه بتاعنا باسس علميه صح، وكمان تكون اسس نفسيه سليمه بحيث ان احنا يكون عندنا اسره سليمه تربويا ونفسيا. سؤال جميل جدا وحلو قوي ومفيد جدا بالنسبه للشباب، بس احنا يعني لو هنتكلم عنه باستفاضه لا هتاخد حلقات كتير جدا. انا هحاول يعني ايه بقدر الامكان ان انا اقول ايه الصفات الحسنه اللي كل شاب وشابه انه ممكن يختاروا بيه شريك حياته، والصفات الوحشه اللي احنا نبعد عنها تماما في شريك الحياه. واتحدى اي حد لو عمل اختار بالصفات الحلوه او بعد عن الصفات الوحشه، اتحدى اي انسان ان هو يقول لي ان احنا اتجوزنا وحصل فيه مشاكل زوجية. علشان برضو وقت البرنامج، أنا الصفات الحلوة بالنسبة مثلا لما الشاب يجي يختار شريكة حياته، إحنا كله هنختار بالدين. أصفر بذات الدين تربت يدك. هنختار الإنسان العقلة، وده أول حاجة العقل العقل العقل. الإنسان العقلة المدبرة الودودة الحكيمة الولودة اللي تحافظ على بيتها على شرف جوزها على ماله على أولاده، التنشئة الاجتماعية السليمة، إن هي تكون ذات خلق ودين، طبعا دي أول حاجة إحنا قلناها، إن هي تكون بشوشة مبتسمة، تكون عقلة يعني ما عندهاش مشاكل، يعني ما تعملش مشاكل، محبة، عندها رومانسية، عندها حب، عندها دلال. كل ده يعني الشاب إن هو يختار الإنسان المتدينة العقلة ومن أسرة كمان متدينة. طب هي تختار شركة بقى إزاي؟ ما أنا هقول إيه بالنسبة اللي هي تختار بقى شريكها إزاي. تختار برضو من جاءكم من تردون خلقه ودينه فزوجوه. أهم حاجة التدين برضو سواء للبنت أو الفتاة أو الشاب، التدين ده أول حاجة. بعد كده إن هي تختار الإنسان اللي بيصلي اللي بيعبد ربنا صح، تختار الإنسان عنده صلة رحم، تختار الإنسان اللي بار بوالديه، تختار الإنسان اللي هو اللي عنده معاملة دينية أو معاملة حسنة بالنسبة للآخرين، إنسان بشوش يراعي حدود الله فيها،
يكون طبعا انسان مش بخيل، يكون انسان عنده عطاء سواء في طيب الحب او انا في هاجي بقى هنا للسؤال من حضرتك، هما اتجوزوا يعني لقيت الصفات الحلوه اللي احنا قلناها خلاص اتجوزوا اختارت ولقوا في توافق واتجوزوا، فوجئت بقى بحاجات اي زوجه، وده منتشر في المجتمع عامه، اكيد مش موجوده يعني بيصلي ويصوم بس بيكذب، بيصلي ويصوم وما بيكذبش بس تلاقيه شحيح، بيصلي ويصوم أكيد. وخير بس تلاقيه عصبي. المشاكل دي اللي هي الاساس اللي بتبقى موجوده، ازاي بقى الزوجه تتصرف معاها؟ في نفس الوقت بينعكس على الزوج نفسه طبعا كمان أكيد. يعني موقف الزوج برضو من نفس الصفات للزوجه، لان يعني برضو في زوجات تبقى كويسه جدا بتصلي وتقوم قوامها وكل حاجه وعلاقتها كويسه جدا بالناس، بس بتاذي الناس مثلا فيها عادات سيئه سلبيه ما بيقدرش هو يتحكم فيها، وممكن بتوصل منه لحالات الطلاق. نفس النقطه دي برضو الزوجه مع الزوج بتكتشف ان ليه علاقات نسائيه بالرغم من كل السبل الحياه المتاحه ليهم وكل حاجه. وهي دي النقطه يا دكتور اللي معظم الشباب دلوقتي بيعانوا منها، يقول لك هو انت مين، او هي تقول له هو انت مين، انا مش انت اللي كنت قبل الجواز، يعني انت بقيت حد تاني خالص. هقول لك ليه، انا هقول لكم ليه، لان احنا بنختار غلط. برضو انا هرجع للنقطه الاولى، هقول حسن الاختيار في شريك الحياه. ان احنا للاسف بنعتبر فتره الخطوبه فتره حب ورومانسيه، لبس قناعات كتيره اللي بتبقى فيها احلام ورديه، بتبقى فيها كل الكلام الحلو، المدينه الفاضله، الفسح، كل الفتاه عايزه ان هو يدخل عليها بشوكولاته، يدخل عليها بجاتوه، يدخل عليها بدباديب، يدخل عليها يقول لها كلام حب، هو كمان عايز يسمع كلام حلو كتير. لكن هم ناسين حاجه مهمه جدا، ان فتره الخطوبه دي فتره تنقليه من فتره الخطوبه لفتره الجواز. يعني الفتره دي نعمل ايه؟ نخطط لحياتنا صح. انا اشوف البنت دي متوافقه معايا في العقل، متوافقه معايا في الثقافه، متوافقه معايا في الاخلاق، متوافقه معايا في الفكر، في قبول، في حب، في تفاهم. نخطط لحياتنا ازاي، لتكوين الاسره او تكوين البيت بتاعنا. مش مثلا تعال نجيب ديكور، نعمل نجيب عفش، نعمل ديكور، لا انا مش عايزه كده. في فتره الخطوبه تخطط لحياتنا، هنعيش ازاي، هندبر ازاي، هنخلف اولاد ازاي، هنربيهم ازاي، تنشئة الاجتماعيه هتبقى ازاي. يعني لازم فترة الخطوبة تبقى طويله، لذلك لازم نختار صح، نختار الانسان العقل او الانسان العاقل، الانسان المدبر، الانسان المدبره، المتدين، اللي هم بيفكروا صح، بيكونوا متوافقين مع بعض في كل الخطوات. انما انا ما اختارش انسان يكون متناسب، يعني يكون مثلا جاي مقتدر ماديا واسيب بقيه الايه او باقي الامور الثانيه، ما خدش بالي من اخلاقه او الصفات الاخرى. لان انا قلت لكم ان في صفات وحشه كتير جدا جدا لازم نبعد عنها، سواء في الشاب او في الايه او في الفتاه. ما ناخدش الشاب اللي بيغضب بسرعه، ما ناخدش الشاب البخيل. طب هي فوجئت انه بيغضب بسرعه، هتعمل ايه؟ يعني فوجئت انه يعني لقيت الصفه دي موجوده فيه ده، خلاص بقى احنا ما اخترناش بقى صح بعد الجواز بقى، واتجوزنا واتدبسنا ودخلنا بقى في الحياه الزوجيه، مكتسب بعد الجواز يعني، ودخلنا في الحياه الزوجيه واكتشفنا عيوب كتير. انا مش معنى ان انا اتجوزت واكتشفت عيوب كتير في جوزي ان خلاص يبقى دي نهايه العالم، وان خلاص حياتي انهدمت وان حياتي اتدمرت، لا بالعكس. احنا عايزين نعمل عمليه انجذاب. انجذاب ايه؟ انجذاب من فتره الخطوبه للحياه الزوجيه، اصلح من نفسي، اشوف انا عيوبي ايه. الست هي اللي تبتدي على فكره، لان الست هي المسؤوله عن نص المجتمع او مسؤوله عن المجتمع ككل، هي المسؤوله عن الاسره، مسؤوله عن تكوين الاسره، مسؤوله عن الابناء، عن التنشئه الاجتماعيه، عن ان احنا بنطلع جيل جديد للمجتمع. فانا ليه انا كواحده ست واتجوزت لقيت عيوب كتير في جوزي، ليه ما اصلحش انا من نفسي ان انا اكون انسان عاقله، امتص غضب جوزي، اشوف هو عايز ايه، نتكامل الادوار، الصفات بتاعتنا. يعني لازم قعده مصارحه، انا عايزه ايه وانت عايز ايه، انا ما بحبش فيك كذا وانت ما بتحبش. الكلام ده المفروض يبقى في فتره الخطوبه. لا من بعد الجواز حتى احنا بنعالج الامور، احنا حتى في فتره الجواز في حاجه اسمها فخ الذوبان، ان البنت عايزه ان يكون زوجها يعني بنفس الطباع وبنفس الشكل بتاعها بالظبط،
والولد عايز برضه يكون مراته هي نفس الشكل وبنفس الصفات وبنفس او شايف الشخصيه، شخصيه فكل واحد مثاليه فيهم كشخصيه الام، بيحاول والبنت ان هو يخلي شايفه شخصيته هي شخصيه السائده في الاب. العلاقه، فدي بتكون مشكله كبيره لا جدا لازم جدا، يبقى في لازم تنازل يكونوا بقى، يتفاهموا مع لا بعض. لازم يبقى في تنازل من الزوج والزوجه. بص اصل دي بقت شريكه حياته، وهو بقى شريك حياته، شركه، خلاص الاثنين بقوا شركه في الحياه او تكوين الاسره اللي هم كونوها. خلاص انا مش هيبقى فيه شد وجذب بينهم، هيبقى فيه فتور، والفتور ده هيؤدي الى خلافات ونزاعات، وهيؤدي الى تفكك، وهنوصل في الاخر للطلاق. لا طب ليه احنا ما نصلحش العيوب دي ونحاول ان احنا نصلحها، نعمل فيه تقارب افكار وتقارب في الفكر، ونحاول يعني وتقارب بدون الادوار. مقاطعه لحضرتك، ده نعتبر حل للمشكله موجوده حاليا اسمه الطلاق الصامت ما بين الازواج بعد ما بيمر عليهم ده اسم يعني 10 الخرف سنين 15 الزوجي، سنين الخرف الزوجي الطلاق الصامت بيكون او فيه الخرف خلاص، الصامت يعني هي بقى اطمنت ان هي فترة طويلة بقى، اتجوزت الولاد كبروا بقى خلاص، خلاص يعني حضرتك عارفة بيبقوا بقى كله خلص شايف نفسه انا خلصت مسؤوليتي الست على اساس انها بتراعي الاطفال والانجاب، وخلاص خلصت المرحلة دي، الولاد بدأوا بقى يبعدوا عنها والمسؤولية بتقل. ففي في المرحلة دي الزوج برضو نفس الكلام، فبيقل الكلام والتواصل ما بين الزوجين. الحل هنا بقى في النقطة دي، ازاي اكثر عدم التواصل او التواصل السلبي ما بين الزوجين، خصوصا مع انتشار الانترنت والموبايل، ممكن يكونوا قاعدين هما الاثنين كل بينتشر واحد مع الخرس الموبايل. الزوجي بقى والصبو والصمت بين الزوج والزوجة والأبناء كمان. والابناء والعلاقة الام طيب بالاولاد انا انت عارفة والاب علاج بالاولاد. الموضوع ده ايه؟ الحب، يعني ربنا قال المودة والرحمة والحب بين الزوج والزوجة، ليه ما يكونش فيه رومانسية بين الزوج والزوجة؟ يعني ليه ما يكونش فيه حب، فيه دلع، فيه رومانسية، فيه فترة نخلقه حتى لو انجذاب؟ مشكلة موجودة أو إن يعني مستواه نزل، لازم إحنا نخلقه ونطلعه طبعا تاني طبعا. ونزوده تاني. الكلمة الحلوة، الابتسامة الكويسة بتدوب أي مشاكل، الحب والرومانسية. يعني انا ما اجيش مثلا تيجي واحدة تقول لا احنا كبرنا بقى خلاص وولادنا ايوه كبروا، لا 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 عيب عيب، لا احنا هنتكلم في الحب ونتكلم في الرومانسية، مفيش حاجة اسمها عيب، صح. لا في عيب في الحب ولا في الرومانسية بين الزوج والزوجة. ليه؟ ليه ما يكونش في جو من الحب وجو مرح، الابتسامة، والتغاضي هزار، عن الأخطاء. ان احنا نجدد حياتنا، نخرج، طب نعمل جو ألفة كده في رأي قلب حضرتك بقى، البيت. ادينا كده نصيحة نصيحة أخيرة علشان وقت الفقرة، ادينا كده نصيحة أخيرة للأزواج، وهي المفاتيح السعادة للأزواج كله. والله انا يعني بناشد كل زوج وزوجه ان هما يكون في بينهم حب ورومانسيه، الزوجه تكون في دلع ودلال وحب، ويجددوا حياتهم، تبقى في فتره انجذاب ما بين الزوج والزوجه، يجددوا فتره يرجعوا فتره الخطوبه تاني. لازم مش يسرق عيب وقت بقى، يبقى مش لازم عيب يسرق مش وقت عيب ان على الواحده الاقل تعيش في مره كل حب، اسبوع يخرجوا غصب عنهم. يخرجوا وبعدين مش عيب ان الواحده تقول كلام حب ورومانسيه لجوزها يعني، وبعدين هو كمان يعيشها، هو هي من حقها في برضه ناس تسمع بتشوف كلام حلو. النقطة دي، في ناس بتشوف ان الراجل ده ضعيف الشخصية او الست لا لا قوية لا عمر عليه. ما كان الحب خلينا كده يا دكتور بعد اذنك تقول لنا نقط كده، مفاتيح سريعه علشان وقت الفقره، يعني نقط سريعه كده تقولها لنا كده مسلسله بسرعه. بسرعة بسرعة كده. أولا أنا يعني أول حاجة من مفاتيح السعادة الأسرية، أول حاجة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إن إحنا لما نتقرب لربنا ونعبده صح، إن إحنا بنحس بالراحة والطمأنينة، بيكون عندنا قناعة، بيكون عندنا الرضا بالله، بإن إحنا بنشكره بنحمده على كل صغيرة وكبيرة، ما نبصش لغيرنا، ما نبصش لفلان لعلان، نرضى بحياتنا ونرضى باللي قسمه ربنا لينا، دي أول حاجة. تاني حاجة إنه يكون في حب ومودة ورحمة وإنسانية بين الزوج والزوجة، طبعا ان احنا نبعد عن الخلافات والنزاعات الاسريه بقدر الامكان، ونبعد عن التفكك وعن ما نوصلش حياتنا الى الطلاق، لان الطلاق بيندرج تحته مشاكل كتير بالنسبه للابناء كمان في المجتمع. خلاص كده عاملين وخلاص الفقره خلصت، فانا للاسف هي متشكر فقره جدا ممتعه جدا جدا، وان لحضرتك. شاء الله واستفدنا بجد يعني حاجات جميله قوي قوي، واحنا سعداء بحضرتك، متشكر. هو شرف فعلا الوقت شرفنا بتاع حضرتك وجودك ممتع جدا، مش عايز يخلص خالص صراحه، بس للاسف وقت الفقره خلصت خلاص. شكرا شكرا لحضرتك اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود.